بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم التي يرضى على الحق الملك المبين. لا لسه عن ثمين خفي الأمين. ولا مغرب عن بصري حركات الجن. ظلم لكبريائي زبابه الثلاثين. وكذا القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكم. أسلبي حمد الشاكر وأسأله ما عرم تستعبد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكون الأول والآخر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول أسرة الإذاعة المدرسية أنت حلت بكم في سماء إذاعتك لهذا اليوم. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. والآن مع آيات عطرة من القرآن الكريم والطالباء. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها وما سواها فألهمها نزولها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله. والآن مع الحديث الشريف والطالب علم. قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. والآن مع الحكمة والطالب علم. حكمة اليوم: لا تؤدي العمل اليوم إلى الغد. العقل السليم في الجسم السليم. والآن الحيث كانت طالبة مرض. الكون المسجد من كام؟ الكون المسجد الوجه المسجد من كام؟ يتبلغ كل الألوان. اللون الأرض الأزرق تتبين في كل مكان. واللون الأزرق أنهار وبحار من خلق الرحمن. والآن مع الكلمة الثانية. والآن مع هل تعلم؟ هل تعلم الطالبة؟ نعم. هل تعلم أن القرآن الكريم مكون من 114 سورة؟ وفي النهاية مع الدعاء والطالبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أمك قد حج وعفو عني
أسلفنا فيما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكانت معكم بدور أحمد تحت إشراف الأبلة نور.